اختار الحبر الأعظم المقر الصيفي للسريان الكاثوليك في الشرفة ليكون المحطة الأخيرة من زيارته لبنان، وفي هذا اللقاء تعمد أيضاً أن يتخلله لقاء مسكونياً يضم رؤساء الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية في لبنان. وفي هذا اللقاء شدد البابا بنيديكتوس 16 على ضرورة العمل للوصول إلى توحيد الكنيسة قائلاً: إن لقاءنا يؤكد رغبتنا نبذ العنف، فنحن كتلاميذ المسيح يجب أن نعطي رسالة حية كي يلتزم الجميع برسالة الله، رسالة المحبة. هذه الرسالة يجب أن نعممها في العالم، لا سيما في الوضع الحالي بالشرق الأوسط. أشجعكم أن تبقوا في هذه المنطقة وتتحلون بالسلام والرجاء. أصلي من أجل كل الكنائس وكل المجموعات الدينية في هذه المنطقة. أشكركم جميعاً وأؤكد لكم أن تفكيري يذهب الآن إلى الكنيسة القبطية في مصر. هذه الزيارة هي رسالة سلام لشعبي وبلدان الشرق الأوسط، وهذا على الرغم من الأحداث الأليمة التي تضرب منطقتنا. هذه الزيارة التاريخية تقوينا في هذه المحنة، ونرى من خلالك شخصية القديس بطرس الذي أعطاه المسيح في العشاء الأخير مهمة خاصة، وها أنت تجمع الإخوة حولك. كما عبر عدد من المشاركين عن انطباعاتهم بعد اللقاء. أهم ما جرى في هذا اللقاء هو لقاء جميع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية مع قداسة البابا الذي أبى إلا وأن يعد نفسه واحدا مع الجميع، واحدا مع الكنائس الأخرى، ولا يميز نفسه بشيء. فأتى إلى هنا وصار اللقاء مع جميع رؤساء الكنائس، وكان لقاء مدموغ بمحبة حقيقية ومدموغ ومختوم بالفرح. كان لقاء الفرح ولقاء أيضا المحبة، من حيث أنه وقع الإرشاد الرسولي. أنا أراها دعوة للسلام، وإذا حل السلام يحل معه الرجاء ويستقر الناس. المسيحيون يهاجرون بسبب وبدون سبب لسوء حظنا. المسيحيون لا يستقرون، كل ما هبت الريح من جهة بعيدة أو قريبة تراهم سريعي العطب يفكرون بالهجرة. نحن ندعو أولادنا أن يصمدوا ويصبروا، آباؤنا تحملوا أكثر، وبقينا في هذه الأرض نشهد للمسيح، نستشهد من أجل المسيح، نشهد ونستشهد لهذه الرسالة المقدسة التي أعطانا إياها الفادي. وكان البابا قد أزاح عند وصوله إلى دار الشرفة في درعون الستارة عن لوحة تخلد زيارته التاريخية إلى المقر البطريركية السريانية الذي يعد أقدم مركز للطائفة والمبني قبل أكثر من 125 عاما. سلامي أعطيكم عبارة لازمت زيارة الحبر الأعظم إلى لبنان، ومع عودة السجلات والخلافات يأمل اللبنانيون أن تستمر نعمة السلام التي عايشوها لأيام ثلاث. من المقر الصيفي للسريان الكاثوليك، باسل العريضي، قناة الجديد.